علمت بي ان سبورتس من مصادر مطلعة أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في طريقها لمقاطعة أنشطة الاتحاد العربي لكرة القدم، وتفيد المصادر ذاتها أن الأسباب المحتملة لهذا القرار تعود إلى المواقف المثيرة للجدل لرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ من ملف ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026، والتي أثارت ردود فعل قوية في وسائل الإعلام المغربية ووسائل التواصل الاجتماعي التي وصفتها بالاستفزازية. من جهته قال رئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر إنه يجب أن يكون لكل مرشح الحق في تقديم عرض ملف ترشحه لاستضافة كأس العالم في مؤتمر الفيفا، وذكر بلاتر بالقرار الذي اتخذ عام 2011 والقاضي بأن مؤتمر الفيفا هو الذي يختار الدولة التي ستنظم كأس العالم 2026 وليس أي لجنة فرعية أو فريق عمل. في مقابلة مع جريدة ليكيب في عددها الصادر الخميس قال رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لوغريت إن فرنسا ستمنح صوتها للمغرب في السباق على استضافة مونديال 2026، وأوضح لوغريت أن القارة الإفريقية لم تستضف كأس العالم سوى في دورة واحدة في جنوب إفريقيا عام 2010، وهذا ليس بالكثير، وأن المغرب على استعداد لتنظيم المسابقة حتى وإن كان لا يملك إمكانيات مماثلة بإمكانيات خصومه، مضيفا أن فرنسا لها صوت واحد فقط لكن تصويتها أو اختيارها سيعطي دون شك دفعا لأوروبا لاختيار المغرب. من جانبها جددت فلسطين مساندتها لترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 خلال لقاء السفير الفلسطيني جمال الشوبكي بفوز لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ونقل السفير الشوبكي إلى السيد لقجع رسالة من اللواء جبريل رجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بدعم بلاده وبشكل كامل لترشح المملكة لاستضافة كأس العالم، مضيفا أنها ستقوم باستثمار كامل علاقاتها العربية والدولية من أجل حشد الأصوات لصالح المغرب. في المقابل ثمن فوز لقجع هذا الدعم قبل أيام من زيارته المرتقبة إلى فلسطين.